بكل مرة كانت فراري تعتمد فيها تسمية رنانة لسيارة من سياراتها، كانت هالسيارة هيدي تكون عندها مواصفات بتعكس فعلا تراث شركة فراري العريق بمجال السيارات الرياضية. البداية كانت مع طراز فراري انزو، هالسيارة هيدي اللي حملت اسم المؤسس الكبير انزو فراري، اللي كان لازم يكون عندها كل المواصفات اللي تسمح لها انها تعبر عن تراث فراري بالشكل المزبوط. وهي كان عندها هذا الشيء بفضل التقنيات الحديثة اللي جلبتها لعالم السيارات الرياضية. من بعدها تم اطلاق طراز لفراري، كمان لفراري بتعني الفراري، يعني كمان هالسيارة لازم يكون عندها كل هالمواصفات اللي تعودنا عليها بسيارات فراري واللي بتختصر تاريخ فراري وتراثها. اليوم مع فراري بورا سانجوي، هالتسمية الإيطالية اللي بتعني الدماء الأصيلة أو الدماء النقية، كمان فراري عم تطلق على هيدي السيارة اللي هي أول سيارة منها بتستجيب لظاهرة مركبات الدفع الرباعي متعددة الاستخدام. هون عم بقول انها بتستجيب لظاهرة مركبات الدفع الرباعي متعددة الاستخدام لأنه هي ما بتنتمي لهيدي الفئة بس، ولكن بتتمتع بالمواصفات اللي إذا بدكم بتخليها تقدر تلبي بعض احتياجات هالفئة هيدي المحبوبة بعالم السيارات. بورا سانجوي مثل ما قلنا هي الدماء الأصيلة والدماء النقية، وهيدي السيارة فعلا عندها الدماء النقية تعيد فراري. هالشي بلش من المحرك 12 اسطوانات المثبت بالأمام يلي هو بسعة 6.5 لتر بولد قوة 915 حصان، واللي بتمتع بالشخصية الفزة اللي بتميز هذا المحرك من فراري موجود على هيدي السيارة. هيدي السيارة عندها المحرك الأهم من فراري، محرك 12 اسطوانات، بالإضافة لمحرك 12 اسطوانات اللي هو خير ممثل لا تراث فراري بعالم السيارات الرياضية. هذه السيارة بتجي بتصميم خارجي أشبه بسيارة سوبر رياضية منها لمركبة دفع رباعي متعددة الاستخدام، يعني بتحسوا عناصر السيارات السوبر رياضية وتحديدا السيارات السوبر رياضية من فراري موجودة بوضوح على الخطوط الخارجية لهذه السيارة. هذه السيارة بيلبق لها اللون الأحمر تبع فراري الأصيل بكل وضوح، لأنه مصممي فراري حرصوا أنه يجهزوها بمواصفات تصميمية والسمات التصميمية الشهيرة من سيارة فراري. كمان بالإضافة لمحرك ال 12 اسطواني من جهة والتصميم السوبر رياضي للخطوط الخارجية من الخارج، هذه السيارة بتتصرف على الطريق كأنها سيارة سوبر رياضية. أول شيء طبعا حضور محرك 12 اسطواني واضح خلال القيادة. بنية السيارة اللي هي بالأساس مصممة لهيدي السيارة ومنها جاية من أي سيارة تانية، منها مستعارة من أي سيارة تانية، مثل ما هي الحال عند السيارات المنافسة أو اللي يمكن الناس يعتبروها أنه تكون منافسة لهيدي السيارة، لأنه فعلا هذه السيارة ما عندها منافس بالأسواق حاليا، لأنه هي منها ماركة SUV. وفعلا مثل ما قالوا فراري عنا أنه هي FUV، يعني نظرة فراري لمركبات دفع رباعي متعدد الاستخدام هي منها مركبة دفع رباعي متعدد الاستخدام كلاسيكية ولا حتى رياضية، وهذا الشيء كمان بيستفيد من نظام تعليق متطور جدا. كتير حاجة رشح عنه تقنيا لأنه ما بدي خليكم تحسوا بالملل من خلال هذا الشرح التقني الطويل، بس ولكن باختصار جهاز تعليق هذا بخلي السيارة منها بحاجة لقطبين منع الالتواء، لأنه على كل عجلة في محرك كهربائي بأمن الدعم لكل منتصف صدمات لحاله لحتى يحافظ على توازن السيارة خلال اجتياز المنعطفات السريعة، ويحافظ كمان على مستويات الراحة العالية خلال القيادة، ويحافظ على توازنها العام خلال القيادة الديناميكية العالية السرعة. إذا فراري بورا سانجوي هي سيارة فراري بكل ما الكلمة من معنى، ولكن هل هالشي معناته أن السيارة ما عندها شيء جديد؟ لا بلا، عندها شيء جديد، والجديد هو مقصورة قيادة رحبة خاصة بالقسم الخلفي يلي بيتسع لشخصين بالغين بكل راحة.